السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبسط طريقة عشان أحول الصورة لبلاك أند وايت أو أضيفه، إن أنا هاجي هنا وأقول له أنا عايز بلاك أند وايت، هو أوتوماتيك بيحولها. وببدأ أنا مثلا عايز أفتح شوية أغمق شوية زي ما أنا عايز، ببدأ أتحكم في الألوان اللي موجودة في قلب اللوحة بالشكل ده. يعني اللون الأزرق عايز تغمقه ولا عايز تفتحه زي ما أنت عايز. تمام، في طريقة تانية من الغديات أو ممكن تسحب اللير وتروح لغاية هنا. الطريقة التانية إن أنا هاجي هنا وأقول له هيو، وتبدأ إن أنت تغير في الخصائص بتاعته، ممكن تخليها غامقة تخليها فاتحة زي ما أنت عايز.